ورد في الحديث يا موسى، الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى، يا موسى كذب عبدي يدعي أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ هل كانت لنا خلوة مع إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ولو لدقائق تدمع العين على تلك المتكة التي ننام عليها شوقا إلى لقائه؟ نعم، سبب هذه الغربة، غربة إمام الزمان عن أفئدتنا، هي مجهولية حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. إن إمام الزمان هو تلك الشعلة التي اسمها قلب فاطمة، ولو نظرنا ولو كانت لنا عيون تستحق أن تنظر وتشتاق إلى فؤاد فاطمة وقلب فاطمة لكنا نبكي. لكنا نشتاق إليه. لا نشتاق إليه فرارا من مشاكلنا. أكثر الناس تتوجه إلى حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه حتى يخلصها من همومها ومن مشاكلها، لكن في أي زمان نحن استطعنا أن ننظر إلى إمام الزمان شوقا إلى لقائه؟ هل كانت لنا عيون كيعقوب تسيح فتبني بيتا للأحزان ويتمثل رؤية الولاية حتى يصبح من خلال القميص يشتم رائحة يوسف؟ وهل نشم نحن رائحة أولياء حضرة إمام الزمان؟ نحن أكثر الناس بعدا عن أوليائه. يا ابن طه يا ابن ياسين يا ابن هيثم